اني جيت اليوم راح ندخل الى لعبة فري فاير وراح ندخل للعالمي ونتحدى اي شخص من اي دولة. اذا طلع لي شخص مغربي راح اتحدى شخص مغربي، جزائري، تونسي. اذا كنتوا متحمسين للمقطع لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة وليست جو. يلا نشوف مين اللي راح نتحداه اليوم. والحين راح ادخل الى العالمي واي شخص يطلع لي ايا كان جنسيته راح العب معه واعطيه تحديات جدا خرافية. اوه انه الجراند ماستر وكمان الطمس رقم واحد. واو هلو يا صديقي، فين الصحراوي؟ هل انت بخير؟ والله لا هاني مهناش. انت توب وان في الطمس في المغرب صح؟ وانت مغربي صح؟ غريبة يعني انت انسان محترف صح؟ ماشي محترف، كلنا نزال كنتعلم. والله يا شباب بصدفة فتحت العالمي دخل معي شخص هو التوب 1 بالطمسة. اوكي ركز معي، شوف يا صديقي في هذا الفيديو راح نسوي فيديو. اوكي اول شيء هو مش مفكر انه نسوي فيديو. هذا الفيديو راح اعطيك تحديات وكل ما تربح تحديات اكثر كل ما تربح جوائز اكبر. اوكي اوكي اول شيء راح ادخل انا وياك نلعب جيم بلاي عادي فري فاير وراح نلعب فقط بسلاح الطمسة، شو رأيك؟ صافي. أكثر واحد فينا يجيب كلات في الجيم هو اللي راح يفوز. التحدي الثاني هو اسمع ولكن واش نلعبو سكور ولا نلعبو كيل؟ لا نلعبو كيل. ركز معايا التحدي الثاني، التحدي الثاني أنا وأنت راح نلعبو كلاس سكواد. راح نلعبو أنا وأنت كلاس سكواد، أكثر واحد فينا يجيب كلات هو اللي راح يفوز. سيري سيري. وثالث تحدي راح نلعب 1 في 1. 1 في 1 تربحني عبسي. انا التليفون، التليفون اللي شريته جديد. لا لا خلاص هذا هو التحديات، اقبل او ارفض. اول شيء راح ندخل يا شباب هو بالجراند ماستر، الحين راح ندخل نلعب جيم بلاي باتل رويال ونشوف اكثر شخص فينا راح يجيب كلات بالطومسون فقط. ليتس جو شباب، الحين دخلنا نلعب في الجيم. شوف يا صديقي تسمعني؟ بسمعك. انا حنزل فاكتوري. اوكي انت انزل فوق الفاكتوري. اوكي كل واحد فينا راح ينزل وين ما يحب. اوكي راح ينزل في مكانه الخاص بس بشرط اذا هو مات انا راح اسوي له ريفايف، واذا انا متت هو راح يسوي لي ريفايف مشان التحدي يكون عليه كلات. اوكي يلا ليتس جو، راح نلعب فقط بسلاح الطومسون بما انه هو التوب 1 في الطومسون. شوف ممنوع انك تقتل اي شخص من غير سلاح الطومسون. المتابعين كلياتكم شوفوا تحت الفيس كام الاسماء تبع الناس اللي يموتوا، اذا لقيتوا انه قتل اي شخص من غير الطومسون اكتبوا لي بالتعليقات. طبعا يا شباب المشكلة بهذا التحدي انه لازم انه نلقى الطومسو، يعني لازم انه نبحث كثير مشان نجيب الطومسو. عندي البي 90 هات بس ما عندي الطومسو للاسف. شباب لما يقتل شخص ضروري انه نشوف ونتاكد انه قتله بالطومسو. ما قاعد القى اي اسلحة الاس ام جي يا شباب، يا رب اني القى الطومسو بسلاحة البرق، بسلاحة البرق، بسرعة البرق بدي سلاح الطومسو ارجوك يا فري فاير. شباب انا اصلا من البدايه ما كنت يعني بدي اسوي تحدي على سلاح الطمسو، بس لما شفته هو توب 1 بالطمسو دخل معي عن طريق الحظ قلت له يلا اتس اوكي العب بالطمسو مشان يا شباب يكون التحدي سهل بالنسبه له. والله يا شباب من الصبح قاعد يجلد بالطمسو، ما لقيت الطمسو لحد الان يا صديقي. انت عندك 2 طمسو ولا واحد؟ اوه لقيت الطمسو، لقيت الطمسو. قتلت جوج، قتلت جوج انا. عندك 2 كلات طمسو؟ واحد بالاكا. واحد بالاكا، لا شوف يا صديقي شو نتفق على شيء. اوكي ممنوع انك تلعب باي سلاح من غير سلاح الطمسو. يلا شوف الحين العب، شيل عندك الطمسو، شيل السلاح اللي عندك والعب بالطمسو فقط. اوكي بلعب بالطمسو بس فوت على هذيك تبع الاسلحه شو عندي طمسو. اوكي اوكي ليتس جو شباب، هو الحين جلد 2 اشخاص فقط بالطمسو وجلد اتوقع 2 اشخاص بسلاح الاكا، ما راح ينحسبوا ابدا، راح ينحسبوا فقط كلات الطمسو. فنبدا نبحث عن البشر الذين ليس لديهم اثر. طبعا يا شباب التحدي جدا صعب خصوصا لما تلعب مع شخص خبره في سلاح الطمسو. والله يا شباب في البدايه كنت ابحث على سلاح الطمسو، الحين صرت ابحث على الناس اللي راح اجلدهم بسلاح الطمسو. عندك واحد طمسو يا صديقي ولا 2 طمسو؟ واحد. اوكي حتى انا عندي واحد. والله يا شباب لو يكونوا عندك 2 طمسو اكيد راح يكون الوضع احسن. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. اتوقع انه في انسان هون. والله في انسان. كمون 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 ابلع، راحت على الانترنت. اخذت كل مجانيه.
كم عندك كل انت بالطمسو؟ عندك اثنين صح؟ اثنين. ليش غشاش يا اخي؟ هو غبي غلق على حاله، هو غلق على حاله بالثلج مشان يرجع النت. انا جلدته قبل ما ترجع النت. راح للميسنجر يحكي مع حبيبته. انت كيف عرفت؟ انت تعرف المستقبل والحاضر صديقي. شوف نحن الجزائر والمغرب خوا ودائما يتحدون في كل شيء. يعني شوف اذا لقيت الحين انت انسان قل لي الصحراوي تعال هون انسان اقتله. ان شاء الله ضرب. والله ما يبان ولا انسان، لكن بمجرد ما تدخل فايت ضد سكواد يجيك سكواد ثاني من الخلف. يا رب يجلد. ما عنديش سلاح بعد، ما عنديش سلاح بعد. حتى انا ما عندي سلاح بعد، بس انا رئيس عطله وانت ابقى هناك. ها ها ها. ليتس جو. هي تشوت 18 يا اخي. كمون كمون كمون. سرقت الكيل، سرقت الكيل. والله سرقت لك كيل كاملة. الحين كم عندك كيل؟ انا عندي اثنين، انت عندك ثلاثة. اه ولكن اثنين بطلون. لا والله اساعدك يا صديقي. شوف شوف احنا خاوة خاوة، راح نساعدك وراح تخليني نقتله. اوكي اوكي يلا انا اساعدك وانت خليني اقتله حتى اغلبك. اوه بده يطير، بده يطير، ما اقدر اضربه من بعيد. لا طار. اه ما موصل موصل. شوف شوف غبي قاعد يسوي دم. هيت شوت 11، هيت شوت. لا تسرق الكيل. والله جلدته والله. الحمد لله الحمد لله. سوريا سوريا من أدري. في ناس عاد تضرب. تعال 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 نجلد. المشكل في الطمس ما تقدر تضرب بالبعد، مستحيل يا شباب. شوف 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 جالس. لازم لازم بتبين له انه احنا جايين. بتبين. لا ما شاف ما شاف ما شاف. تعال تعال ما شاف. ليش مرحبا. والله يضرب 8 من بعيد على اساس سلاح مطور. صرفت عليه 10000 جوهر. اه انت 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 سقطت. اوكي كنت بدي اسرقه. لا يا رب تجلد، يا رب تجلد. ضربته 85. اوه شفت يا رب اسرقه. يمكن سرقت انا، سرقت انا، سرقتي تصرف. والله والله دمجته كثير. والله بدك اياك اسرقه. اوكي راح اسرقه. اه ما تقدر تكسر. اوه في انسان، في انسان. كمون كمون. اخرج وبان عليك الامان. لا سرقت 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 سرقت. لا هذا ما قدرت اسرق. التحدي الاول فزت عليك. انا جبت 5 كلات، هو 5 كلات بس هو عنده كل بسلاح الاكا. يا شباب الحين راح نلعب في الكلاس سكواد ونشوف مين اللي راح يجيب اكبر عدد ممكن من الكلات. هل انت مستعد يا صديقي؟ ما عندي بوكس. مستعد مسفر. شوف هذه هي الحياة، الحياة فيها الغدر وسرقة الكلات. ليتس جو. انها الحياة مع سرقة الكلات. سرقت كل الحين. اخرج وبان عليك الامان، انت في الالمان. اوه هذا سرقته لي. اوكي مع اني ما ضربت. كمون كمون. صرخ صرخ صرخ. ابلع. لا انا جلدته. اوه انا اسطوره. البدايه موفقه. والله شكلي صديقي راح افوزك في كل التحديات. بالون في صوره اخليك تفوز. اوكي لا تخبر. لسه لسه في امل يا صديقي. انا عندي 3، انت عندك 1. اوكي ما عندك 0. الحمد لله. ابلع. اللي بعده. لا ما اخذته. كم عندك كيل؟ 2-4 مقابل 2. يا الهي. ليتس جو يا شباب. الحين ضروري اني ما اخليه يسبقني في عدد الكلات. اوه جلدت شخص كطريح على الانترنت. لا يجيك 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 يجيك. لا فنشو. الحمد لله نجوت باعجوبه. لا لا. الحين راح اخذ المكان اللي احبه دائما في السنتوزا واجلدها. ليتس جو شباب. صعدت للمكان الاسطوري، حان وقت الجلد. اخرجوا وبانوا عليكم الامان. او شت كلهم ماتوا. هاهاها. الصحراوي ملك الاصفر. لا فنش فنش فنش. لا 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 لا. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. لا يجوا كل من هون. اسرق اسرق يا صحراوي. والله كثر اسرق وما مات. لا لا لا. الحين فرصك تسوي لي ريمونتادا. الحين يلا ارينا المهارات، ارينا الابداعات. بدا الان الجلد. جاب كل الحين شباب. الحين 6 مقابل 4.
احتمال راح يفوز عليه. لا تسوي له ريفايف يسرق لك الكلات، يسرق لك الكلات، راح يسرق لك الكلات. اه مات اصلا. واحد وراك، واحد وراك، روح اجلد لي وراك وبعد ارجع لها. يلا ارينا المهارات يا صديقي يا مغربي، ارينا الهيتشوتات المغربيه بنكهات الطاجين. كفو، لا جي 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 جي. شباب لو يجلد راح يلحقني، لو يجلد راح يلحقني. لا لا ارجع ارجع ارجع. كفو كفو كفو، ادخل ادخل الزون. لا لاي لاي لاي، لا يمكنك هزيمه صحراوي اسطوره العالم. جلدت واحد، اوه قتلت واحد، اوه جلدت ثاني، جلدت ثاني. ها 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 ها، ثمانية مقابل ستة. مات مات مات، زرق سكيل زرق سكيل. يلا شباب انا ضد اثنان، ماذا سيفعل الصحراوي الان؟ اللي بعده. لاي 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 لاي، اعمل له ريفايف صح؟ نفس الشعور تبعك نفسه. لقد فاز أسطورة العالم. الآن بقي آخر تحدي، شو رأيك نلعب 1 في 1 ونلعب بالطمسو فقط؟ يلا اوكي اوكي يلا ليتس جو. والله يا شباب انا كنت بدي اتحدى اي شخص عشوائي يطلع بوجهي، طلع معي شخص هو رقم واحد بسلاح الطمسو، لهيك راح نجيب له سلاح الطمسو. الروم راح تكون على 4 جولات فقط، بس انا متاكد اني راح انا اللي افوز من الاخر، لانه يا شباب هذا الشخص اول شيء هو قاعد يلعب بالهاتف، ثاني شيء قال لي انه قاعد يلعب بموبايل جديد، لهيك اكيد هو مو عارف الاعدادات الى حد الان، بس احتمال راح يجلدني ايضا. والله ضربني هيت شوتات مهدشتة. جلدته جلدته جلدته. جلدته يا شباب جلدته. اوكي جلدته بالسبام بس مات هيت شوت، هذا اهم شيء. ليتس جو ليتس جو يا صديقي. ويا الهيت شوتات الصحراوي اسطورة العالم. والله يا شباب انا صرت اللاعب الاساسي بالطمسو، بس هذا الشخص لا تنسوا انه يلعب بالهاتف. شباب هذا الشخص لو لعبت له بالهاتف اكيد راح يجلدني جلدة كبيرة، بما انه قاعدين نلعب بالبي سي يلا نجلده. ليتس جو يا صديقي، بدأنا الفايت الان. اوكي ليتس جو. انا اسطورة، انا اسطورة العالم بمعنى الكلمة. اخرج وبان عليك الامان يا صديقي يا فنان. اوكي ضربت هيت شوت سونيا، خلاص انا استسلم. شباب مشان ما نخرب الروم خلاص جلدني بسونيا، يعني قتلني. مبروك عليك يا اسطوره. ها ها ها، انت في عداد الموتى. هيت شوت اولى، لا قريبا جلدني. هيت شوت هيت شوت عشوائيه، هيت شوت. ليتس جو، باقي كثير. رصاصه رصاصه. مات 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 مات، خلاص خلاص استسلم استسلم يا صديقي استسلم، لقد مت بنزاهة. الو والله يا صديقي اني استمتعت معك في هذا الفيديو بمعنى الكلمة. طبعا يا صديقي انا كنت بدي اعطيك جائزة كبيرة اذا فزت علي بالتحدي، بس راح اعطيك جائزة صغيرة. اوكي المهم يا اساطير قد وصلنا الى نهاية المقطع، اذا تحبوا ان نتحدى شخص من دولة اخرى اكتبوا لي بالتعليقات، راح نتحدى شخص يكون توب في اي دولة من الدول العربية الثانية. طبعا يا شباب كلياتكم اذا وصل هذا المقطع ل 20,000 لايك راح نسوي جزء ثاني ونتحدى فيه شخص من دولة اخرى، ونشوفكم بالمقطع القادم. انا رحت.